إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كانوا أجمل كلام، كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير، كلام يغير حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. في خرم صغير في ماسورة مية، خرم مش باين لكن موجود بينقط كل شوية. في اليوم الأولاني الخرم ده عمل بقعة مية تحتيه، محدش خد باله من بقعة المية دي غير سيد أفندي. هو اللي لاحظ في أول يوم إن ماسورة المية مندية، تاني يوم لاحظ إنها مبلولة، قال لي البواب. البواب جه حط إيده على الماسورة وقال لي سيد مالها مالها يا بيه الماسورة؟ سيد قال له بتخر مية يا سيدي. البواب قال له دي ندعة مية يا بيه، لا هنا ولا هناك، دلوقتي تنشف من الهوا. سيد أفندي قال له لا مش ندعة مية، دي بتخر، كمان أسبوع هتلاقي الشارع كله مية. البواب قال له أبدا يا بيه، دي حاجة لا تذكر. قعد سيد أفندي يناقش في البواب لحد ما قال له حاضر أنا هشوفها. طبعا كان بيوزعهم، لا شافها ولا اهتم بيها. عادي عادي يا أستاذ، طبعا مش هيهتم، هيسيب الخرم لما يوسع والمية تفضل تنقط لغاية ما تغرق الدنيا. ما هو ده الإهمال اللي بسببه حاجات كتير كويسة فجأة تلاقيها باظت. وإحنا دايما كده، الحريقة عندنا بتحصل من أصغر شرر، والمشكلة أي مشكلة فجأة تكبر على أهون سبب. المهم يا أستاذ فؤاد، حصل إيه بعد كده؟ بعد أسبوع كان الشارع كله بركة مية. جت منين المية دي؟ سببها إيه؟ محدش عارف، سيد أفندي هو لوحده اللي كان عارف السبب. هي نقطة المية الصغيرة اللي مش باينة دي هي السبب. قعد سيد أفندي يفكر في أحوال الناس. محدش رضي يسمع كلامه لما كانت نقطة المية لسه في أولها، كلهم قالوا له دي نقطة مية. ابتدينا امتى نتحرك؟ ابتدينا نتحرك لما نقطة المية بقت بركة مية وملت الشارع، وابتدوا الناس يرفعوا بنطلوناتهم وهم ماشيين فيها. سلو بلدنا يا أستاذ، للأسف الناس كده مهما لبهتهم يتحركوا في الأزمة من أولها ما يسمعوش الكلام، يقول لك يا عم ما تصربعناش، سيبها على الله، انت يعني هتصلح الكون؟ ما طول عمرها الحنفيات بتخر والعمارات مواسيرها بايظة، هي جت على الماسورة دي يعني؟ طبعا كانت الحركة متأخرة عن المشكلة، بقت المشكلة أصعب، مش بس في المية، في حاجات كتير قوي. سواق العربية عم بيومي سمع صوته وهو سايق، صوت زن زي زن الصرصار. قال لصاحب العربية في صوت غريب في السيارة. صاحبها قال له هي مش ماشية؟ قال له اه ماشية. قال له خلاص يا اخي ما دام ماشية ما يهمكش. فضل السواق ماشي بيها لحد ما عمل حادثة، الحادثة خلفت جرحى وربنا ستر، محدش مات. الحمد لله ربنا لطيف بعباده والله يا استاذ فؤاد. السبب الصغير اللي كان ممكن علاجه في الاول اتساب لحد ما بقى مشكلة وكانت النتيجة حاسة. بص للصيانة، تلاقي البيت من دول ساكن من 20 سنة، محدش فكر في 20 سنة دول يكشف على أسلاك الكهرباء أو مواسير المية أو مواسير الصرف الصحي. لا محدش بيفكر، لازم يسيبوا المشكلة اللي تتحل النهاردة ب30 جنيه لغاية ما تكبر وحلها يكون بألاف الجنيهات. ثقافة الصيانة يا أستاذ مش موجودة في أماكن كتير، ثقافة الطوارئ والعلاج المبكر للمشاكل مش موجودة عند ناس كتير للأسف، ويفضلوا كده طول عمرهم يسيبوا الحنفية تنقط لغاية ما تبقى بركة، والبركة تعمل حفرة، والحفرة تكبر لغاية ما تعمل مطب، والمطب تدخل فيه عربية، والعربية تعمل حادثة، والحادثة يطلع منها إصابات، والناس تروح المستشفيات. مش كده برضو ولا نقول كمان؟ كلمتين
وبس. فؤاد المهندس، عمرو الليفي، أحمد بهجت، محمد الشبه، تامر حسني.